انت عارفه يا مرو انت كمان عشان زي القمر وبتيجي كده وعلى المسرح. ايه الشقاوه اللي على المسرح دي يعني؟ وبتتشال وبتغني انا مسرح استعراضي غنائي يعني برنسيس بجد. لا الله يخليكي الحمد لله. دي برده من الحاجات اللي انا كان نفسي قوي اعملها وكانت جوايا ومحدش يعرف يعني. كل الناس فاكرين انا هاديه، انا حد شقي جدا ومتمرد جدا على فكره. اما تيجوا تشوفوا أليس هتعرفوا انا أليس على فكره حته من شخصيتي على طول عامله كده ومتمرده وبتخانق. فانا كان نفسي اغني وارقص وامثل، كنت بحلم ان انا ابقى ممثله استعراضيه اصلا من زمان. بس شكلي او خجلي الكذاب اللي مش حقيقي يعني ظلمني. لكن انا في الحقيقه لا، مش خجوله خالص ولا كيوت خالص على فكره. مش كيوت. انا شقيه.